عندنا الفلين، فلين السميك هذا، هذه واحدة زين من وراء تمام، من ثم تعبيها ما تفولها، يكفي يمكن 20 حبة تضوية حيل 20 حبة من هذا، تخلي مجال حق التسكيرة بس. طبعا ما راح تشتري فشق، تاخذ العلبة وتعيد تدويرها وبس. هذه العلبة هي حقة النثر، لما ترمي راح تظل هني، ما راح تقطعها وتسحبها وتعبيهم بالاخير، تجمعهم وتعبيهم. هذا توفر لك عن كثير من العلب، كثير حيل حيل. بس هذه هي شوفوا قوتها، اقوى من الوكاله بعد. شوفوا الحين شلون ان شاء الله تقولون بدلها. هذه مقطنه، هذا الكالكس ما في ولا بقره، ما راح اوقف التصوير ولا شيء، بسرعه يلا بسم الله. بس ابو سلمان ماسكه نص فلت برا، من بعد ممتاز. وهذه التجربه اللي قبل شوي هم قويه حيل، نثر وزع اكثر، هذا وزع اكثر، طلع نصه برا، توزيع اكبر. تصدق شوف اطراف توزيع اكبر منه، شوف طاق حتى الطرف، نثر اكثر يعني ما تروح الصيده. هذه طالعه من هني، طالعه ايه قويه.